كده يبقى احنا خلصنا رسمة الرسمة الموجودة عندنا. اهية الرسمة يبقى هنا في عندنا كام برانش، في 1 2 3 4، هما الاربعة الموجودين عندنا دول. طبعا حد هيسألني هيقول لي يعني انت راسمهم هم هم؟ اه انا راسمهم هم هم، بس في هنا طبعا حاجات ناقصة ديت لسه هنكملها. بس احنا قلنا هناخد بالترتيب، يعني احنا هنا عندنا اول برانش احنا كتبنا الستارت والستوب، الستارت والستوب، وكده خدنا هنا من O2 على 3 اللي هو تالت واحد، اللي هو زي ما موجود عندنا بالظبط، وحطينا عليها الايه، وحطينا عليها التي اون. طب تاني واحده هناخد الكي ام واحد، الكي ام واحد هنا هنعتبرها اللي هي الاوتبوت او او نقطتين فوق بعض 2 شرطه مايله، اول حاجه واحد، يبقى هنا واحد اللي هو الجزء ده اللي هو ده اول واحد. طبعا ده موجود، يبقى ناقص نعمل الجزء النقطة بتاعت التايمر والنقطة بتاعت الكي 2. يبقى احنا هنا محتاج ناخد كي 2، يبقى هنا هنعمل كام نقطة؟ نقطتين نورمالي كلوز. أول نقطة هتبقى هنا النقطة ديت كي ام 2 اللي هي هتبقى او 2 ونقطتين فوق بعض 2 شرطة مايلة 2، احنا هناخدهم بنفس الترتيب. هنا دي بقى النقطة بتاعت التايمر، لو انت حبيت تشوف النقطة بتاعت التايمر بتتكتب ازاي، وده اللي يهمني في الموضوع انك تقدر تكتب، لازم تشوف من الهيلب. فهفتح الهيلب تاني، انا بس يعني انا ممكن اكتبها بس انا عايزك تعرف تجيب ازاي. هنبدأ نجيب بي ال سي تايمر، اهي بتتكتب تي 4 نقطتين فوق بعض واحد على اي ان او واحد على الدي ان. انا زي ما شرحت قبل كده الدي ان ده اللي بيغير الاستاتس بتاعه وقت بعد ما بيعد، فانا مش محتاج الاي ان. المهم هنكتب هنا تي ار تي و تي 4 نقطتين فوق بعض واحد شرطه مايله دي ان. هنا برضو نفس الكلام بقى، هنا نكتب زي ما هنا مكتوب اللي هي اي نقطتين فوق بعض واحد واحد شرطه مايله زيرو، هنا اي نقطتين فوق بعض واحد شرطة مايلة واحد. هنا هنشوف بقى هنا مكتوب ايه، هنشوف ديت الجزء ده زي ما هو برضه سوري اللي هو او او نقطتين فوق بعض 2 شرطة مايلة شرطة مايلة 3. ليه انا عملت الحتة دي؟ لان هما هنا كلهم عندي توازي اهم، دول كلهم نقطة واحدة على الاربعة، يعني النقطة دي والنقطة دي والنقطة دي والنقطة دي كلهم واحد، فانا لازم اكررهم في الاربعة. هنا نفس الكلام اي نقطتين فوق بعض واحد شرطة مايلة زيرو، هنا اي نقطتين فوق بعض واحد شرطة مايلة واحد، هنا برضه هتبقى نفس الكلام او او 2 ونقطتين فوق بعض 2 شرطة مايلة 3. نفس الكلام هنا هيبقى اي نقطتين فوق بعض 1 شرطة مايلة 0، هنا اي نقطتين فوق بعض 1 شرطة مايلة 1، هنا او نقطتين فوق بعض 2 شرطة مايلة 3. تمام، يبقى احنا كده خلصنا المجموعه دي اهيت كلها زي ما هي موجوده على اساس الصوره اللي عندنا، ان دول كلهم يعتبر متوصلين على التوازي على الاربعه برانش دول، ده بنسميه برانش ماشي، ده برانش وده برانش. يبقى اول واحد اهوت اللي هو بتاع التايمر، تاني واحد بتاع الكي واحد اللي احنا قلنا هو الاوتبوت هيظهر على 2 شرطه مايله واحد، تاني واحد، تالت واحد بقى هنشوف عليه ايه، هيبقى برضه عليه نقطه من الكي ام واحد، وعليه نقطة من النقطة نورمالي اوبن في الدلتا هنرسم، يبقى هنا يبقى في واحدة نورمالي اوبن وواحدة نورمالي كلوز في الدلتا اللي هو 2 كي ام 2، يبقى هنا او نقطتين فوق بعض 2 شرطة مايلة شرطة مايلة على 2. هنا نبدأ بقى نحط ايه، واحدة نورمالي اوبن وواحدة نورمالي كلوز زي ما موجود في الرسمة بالظبط. يبقى هنا نورمالي اللي هنا النورمالي اوبن هتبقى تي
فول، لان هي ديت واخده من التايمر زي ما هنشوف دلوقتي. تي 4 نقطتين فوق بعض، واحد شرطه ميله الدي ان. طب هنا دي نقطه بقى من التايمر اللي هو 2، الاثنين خلف خلاف اللي هو او 2 1 واو 2 2، لازم يبقى في نقطتين نورمال كلوز عشان الاثنين ما يشتغلوش مع بعض، لازم يبقى في الكتريكال انترلوك، لان لو الاثنين يشتغلوا مع بعض هتحصل قفله، لان ممكن في اي لحظه التايمر يحصل فيه مشكله مثلا، او يحصل فانكشن او البي ال سي هانج او حاجه تحصل، فيحصل ان الاثنين يشتغلوا مع بعض فيحصل ديستروي للموتور. فعشان كده هما برضو بيحط الالكتريكال انترلوك زي ما قلنا المره اللي فاتت في عكس المواتير. هنا اهو 2 شرطه 2 شرطه 1، فانت بتاخد نقطه نورمال كلوز هنا وهنا النقطه بتاعت ده نورمال كلوز هنا. اخر واحد وده الاخير اللي هو المين اللي هو كي 3 اللي احنا حاطينه هنا اللي هو او 2 على 3 اللي هو ده التايمر، ده الريلي بتاعه او الكونتاكتور بتاعه هو ده، وهو ده المين اللي هيفضل شغال معايا على طول. هنشوف مع بعض. يبقى هنا او 2 ونقطتين فوق بعض 2 شرطه مايله على 3 كده. يبقى احنا خلصنا ايه الدايره بتاعتنا. وهنا برضو هنحط اللاتش، هنا بقى هنحط بقى الاثنين لاتش اللي هي كي ام 3 وكي اي 1، دول هنحطهم. هنيجي في الجزء ده ومعنيه انت وازن هنا نعمل الاثنين، نشوف بقى الاثنين نورمال اوبن. هنشوف يبقى هنا هنحط واحده وهنا واحده كمان نورمال اوبن. يبقى هنا هيتحط اول واحده هنا تتحط، دي كانت غلطه، هنا 3 وهنا 1. يبقى احنا كده ماشيين بنفس الترتيب وبنفس السيكونس المفروض. ان بس عشان نشوف الدايره هتشتغل ازاي، هنا روتيت روتيت. هنا المفروض ان الكونتاكتور مين ده شغال معايا طول الفتره طول الانترفال، وبعد كده التي 1 ده يبدا يعد. اول حاجه اول ما تدوس ستارت كي 1 وكي كي كي 3 وكي 1 يشتغلوا مع بعض على طول، بعد كده التايمر ده يعد يقوم كي 3 ده شغال وكي 2 يشتغل معاه، يبقى انت كده الدلتا. هم احنا بنعمل الحركه دي ليه؟ لان التيار البدء في الستار اقل من الدلتا، فبالتالي بيحصل ان الستارتنج كارنت في الدلتا اعلى، فبنشغلها ستار بعد كده دلتا عشان الكارنت يقل، الستارتنج كارنت يقل. احنا كده خلصنا الدايره ورسمناها، هنبدا بعد كده نعمل داونلود زي ما احنا عارفين الطريقه من الفيديوهات قبل كده. بعد كده نعمل اونلاين، بعد كده هنا نعمل روم. اول حاجه نعملها ايه؟ الستارت اللي هو ده، هنستارت هنا لازم صحيح نحط السي بوينت. هنعمل اول حاجه هنا اوف لاين، انا نسيت ان انا احط هنا هيعد كام، نقول هنا 50. يبقى هنا نعمل داونلود تاني اون لاين، بعد كده نعمل ران ونبدا نعمل ستارت. كده هيبدأ يعد او 2 على 3 خد 50، بعد كده يبدأ يشتغل تاني على طول زي ما احنا شفنا كده. يبقى هي نفس الدايرة بالظبط بتترسم، وأظن الموضوع سهل جدا ومفهوش أي حاجة يعني، بس هو كان معلق في الأول تاني. يبقى أول حاجة هنعمل داون، هنقفلها تاني، نعمل هنا أوف لاين. أول حاجة نعملها داونلود، بعد داونلود نقوم داونلود، بعد كده عاملين اونلاين، بعد كده ران. هنلاقي هنا ده بدا يعد، ندوس ستارت وهنا هنا حاطين 50، انت بقى على حسب ما انت عايز تحط يعني، هو بيبقى ازيد شويه يعني. المهم بس انا حبيت بس احط قيمه اقل عشان خاطر يعد بسرعه. اهوت الاحمر اللي هو الاحمر هنا شغال. يبقى كده 3 هو المين و1 و2 هما بيبدلوا مع بعض، بس انا هنا نزود الوقت شويه.
خليها مثلا 100 عشان بس نشوف التغيير كده. هنعمل داون تو بي ال سي اونلاين، بعد كده نعمل رن. اول ما تدوس يبقى هنا مفيش حاجه شغاله، المفروض اول ما ندوس يبقى اللي هيشتغل واحد وثلاثة، بعد كده واحد هيفصل، بعد كده اتنين يشتغل، وثلاثة هيفضل شغال طول الفترة بتاعتنا. يبقى احنا كده هندوس اهو، هيبدأ يعد المية زي ما احنا شايفين، هيوصل ده هيوصل لمية، بعد كده ده هيفصل واشتغل اتنين زي ما احنا شايفين كده. انا بس حبيت ان انا يعني اعمل الدايرة ديت عشان افرجكم الدنيا شغالة ازاي، وباذن الله بعد كده نبدا في السيماتيك. بس انا حبيت يعني اعمل دايري تبقى اخر دايره في اللوجيكس برو، حبيتوني برضو اعمل دايره تانية مفيش مشكله، بس انا حبيت يعني برضو اوريها لكم برضو. نشغلها مع كده، هنفصل كده وكله فصل، نشغلها مع بعض تاني اهو، بيعد لغايه 100، بعد كده واحد وثلاثه بيشتغلوا، بعد كده ده هيفصل، وبعد كده يشتغل اتنين مع بعض، اتنين هي اللي تشتغل هي ثلاثه كده، يبقى هو اشتغل من ستار لدلتا. وكده يبقى احنا كده حققنا الهدف الرئيسي. برضو ما فيش حاجة اتغيرت في الدايرة، اللي اتغير برضو الستارت عملناه نورمالي اوبن، وكل الدايرة زي ما هي زي ما احنا شايفين كده اهيت. احنا برضو يعني بنوه تاني عشان برضو الناس اللي مهتمة بالبروجرامينج تبقى فاهمة الدنيا ماشية ازاي اهيت. اهيت نفس الاربعة برانش اهمت، ودي طريقة رسمه. متشكر ليكم جدا، ولو في اي دوائر تانية نحب نعملها ياريت تكتبوا لي في التعليقات. لو عجبك الفيديو ريت تعمل لايك وسبسكرايب للقناة عشان يصلكوا كل جديد. متشكر ليكم جدا، شكرا.